چون یکی از فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طارد علیهم السلام اینه که در زیارت نامه ها به ویژه در زیارت اربعین میخوانید کنت نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسه ها. أم الفضل وكانت تلقب بالسيدة أيضا، وكانت فيما نقلته الروايات دائمة الصيام والقيام. أحد الرواة وهو محمد بن الفرج يقول أمرني أبو جعفر الجواد عليه السلام وقال لي في يوم كذا في مكان كذا خذ هذا المبلغ من المال واذهب به إلى ذلك السوق، ترى نخاسا يأتي ويعرض الجواري، اطلب منه جارية صفتها كذا وكذا. ووصفها الإمام عليه السلام. يقول محمد بن الفرج فعلا أتيت في نفس الوقت، وصلت إلى ذلك السوق في ذلك الوقت، أقبل النخاس ومعه الجواري، سألته عن تلك الجارية أخرجها بنفس الصفة التي وصفها الإمام الجواد عليه السلام. كم ثمنها؟ قال كذا. أخرجت الكيس عددته بمثل ما طلب، قد أعطاني الإمام الجواد عليه السلام. فأخذت تلك الجارية وجاءت إلى بيت الإمام الجواد، فكانت أم الإمام الهادي ابن النبي محمد. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يقول أمي عارفة بحقي وهي من نساء الجنة مكلوءة بعين الله عز وجل لا يمسها كيد شيطان مارد، بعد لا تختلف عن أمهات النبيين والصديقين. وقد وضعت مولودها المبارك في قرية سوريا قرب المدينة المنورة في النصف من شهر ذي الحجة سنة 212 للهجرة. لندرة الروايات الواردة بحقها لا يكاد الباحث يعثر على أكثر من 5 أو 6 روايات بحقها، حتى أن تاريخ وفاتها ومكان دفنها لا يكاد يعرف. فالسلام عليها يوم ولدت ويوم دخلت بيوت الإمامة ويوم وضعت مولودها ويوم توفيت ويوم تبعث حيا.